من رياض الصلح لأوتوستراد السيد، هيدا كان مسار بعض المتظاهرين يلي قصدوا بعبدة مطالبين باستقالة الجمهورية. بدي أسألك ليه انتقلتوا من رياض الصلح لبعبدة؟ بدنا نطلع لفوق لأنه نحن مين بتطالب بأنه يستقيل؟ ميشيل عون أول واحد اللي كان عم يحكي كرمال 11 مليون دولار قبل ما يصير رئيس جمهورية. رئيس الحريري صار رئيس جمهورية بطل يحكي فيهم. رئيس الحريري بتطالبوا يستقيل؟ لا اكيد مش بنطالبه يستقيل، بس يستقيل ميشيل عون كلهم حيستقيلوا وراه. بقول لك شغلي، انا كنت عم بحضر المؤتمر تبع الحريري، الحريري حكى شيء مزبوط، وكل انا ماني مع الحريري، انا ماني مع حدا، بس الزلمه عم يبرم وعم يشتغل وما حدا نكر هالشيء وبالعكس يعطيه الف عافيه، بس نحن لما يصير بده يشتغل وما يلاقي نتيجه بالنهايه لا، يعني حيا لشركه موظف ما عم يعطيه بيش حطه يذوقه ويفله لا اكثر ولا اقل. كلمه للسيد بس، نحن مشينا وراك بالمياه مفصله، مشينا وراك كثير، ما بتستاهل تطلع تحكي كلمه بس كرمال اليمن وفلسطين؟ قدمنا لك شهداء يا سيد، قلت هيهات منا الزله، وينك يا سيد ما عم بتشوف؟ عم يضربونا ما عم بتشوف؟ ليش بعد عنا بعض لتاخذوا؟ حطوا لراء محمد زاد بيكسر الميزان، حج حسن هناها بالدنيا، ايه؟ شو بعد في علي عمار واولاده بامريكا، حج حسن واولاده بفرنسا، وقت ما بدنا ننزلوا الموت لامريكا ما يبعثوا اولادنا على امريكا. شايفينك حامل ايقونه للسيد المسيح والعذراء والقران الكريم، ليش؟ نحن حياتنا عم نعيش اجواء 40 الامام الحسين، ومثل ما بتعرفي ان كان الامام الحسين او سيدنا المسيح اثنين كانوا من اجل المظلوم، الامام الحسين ظهر لنصره المظلوم، وسيدنا المسيح كلنا بنعرف عليه السلام بانه فات على المغاره وطرد اللصوص. نحن اجينا لنقول بانه حاولوا كثير يفرقونا طائفيا، بس الجوع وحدنا. انا زلمه كنت يساري، بطلت عارف يساري من يميني للاسف. بنغلاديش احلى منا، الهند عنده النووي، نحن شو عنا؟ قال الرئيس الحريري يتنازل عن جنسيته السعودية أول شيء والفرنسوية، وبعدين يجي يحكي معنا يصير لبناني بالقبل وعون وغير عون والكلام، كل واحد معه جنسية ينقبر يتخلى عنا ويجي يحكي معنا. فوتتنا على القصر أشرف من فوتة السوري على القصر، أشرف بمليون مرة، باعت سهرك يطلع يتحالف معون. رامي العلاق هو أحد المتكلمين باسم المتظاهرين، وخلال التظاهر أخذ رامي من قبل الأمن واختفى لدقائق، هيدا يلي أغضب المتظاهرين بوجه قوى الأمن، وبهالوقت بيّن التأثر يلي كان على وجه أحد عناصر قوى الأمن برؤية يلي عم بيصير مع الشعب. دكتور رامي هو الشخص اللي قايم بهيدي الحركة، حركة متحدون، وهلأ أخذ خطفوا خطفة من الأرض، يطلعوا على الحدود يخطفوا، ما تيجوا تتشلحوا العالم من هون، لا والله عبي عليكم، بدنا واحد نحكي معه، لا حدا يفسر لنا شو عم بيصير. رامي رجع وخبر الموجودين أنه رح يفوت يحكي مع رئيس الجمهورية ميشيل عون مع خمس أشخاص من اختياره. يمكن نقابل رئيس الجمهورية بالرغم من كل اللي عم نقوله، مطلبنا يرحل وترحل السلطة بالآخر، هيدا رئيس الجمهورية. بعد اللقاء أكد الرئيس عون أنه بشعر معكن ووجعكن هو وجعي، ورح أعمل جهدي للتخفيف من معاناتكن، وبلشنا سلسلة إجراءات للحد من يلي عم تشكو منه، ورح نواصل العمل بهيدا الاتجاه. بس الاعتراض الكبير اجا من المتظاهرين يلي كانوا ناطرين رامي والاشخاص اللي فاتوا معه برا، كونهم اعتبروا انه ما اخذوا مطلبهم من الجلسه معهم. نحن قال من استقاله الحكومه ما لا يمكن نقبل، وطلبنا الحكومه الطوارئ بدها تكون كليا من خارج الطعم السياسي، ما بيسوى يكون في حدا من الطعم السياسي الحالي. وعدك الرئيس بحكومه الطوارئ؟ اصريت. لحظه، ما أخذنا جواب. نحن قلنا قل من هيك ما بنقبل، لا هلأ ولا بعدين، ونحن بانتظار جواب هلأ. لك يا أخي هالحكي ما بيفيد، بتريدوا مش شارك عائلتي وولادي، أنا وجدت من سفري دغري من المطار وشدت موع بالسيارة لحتى يجي يطلع لي عند عون. أوكي، هي واحد اثنين، لما بدكش تفوت يا دكتور رامي، لما بدكش تفوت
ما بتجي بتحط ببوز المدفع، بتحط ببوز المدفع واخشي بتقول بديش دم على الجيش. كنت عم تتفشت رامي، كنت عم تتفشت. انت صديقي وخيي، انت بتعرف، بس وقت اللي بدك تحكي كلمه حق ابدا ما بقبلها. انا مالي الشرف اقعد معه، مالي الشرف. بيبقى الرهان على الحراك الشعبي قديش قادر يحصل مطالبه من السلطه من خلال الاعتصام. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.